الله مش بالسواد يا جماعة. هو انتوا ليه يا جماعة في اعلام الزمالك بتتخيلوا انك عشان تثبت زملكاويتك تبقى تطلع تقول حاجات غريبة مليانة غل وبلك علشان انا كده حامي عامة الزمالك؟ ايه علاقة الزمالك بتحميه ازاي يعني؟ بتحميه بالبلك بالسواد بان انا اصدر لمشجعين كمية كره وشك في حاجات غريبة؟ ايه الافكار دي؟ البطل بياخد فلوس يا جماعة، والله العظيم البطل بياخد فلوس ويجي يقول لك احنا اصلا لو زيهم بيجي لنا دولارات ديت هجي لك ازاي يا موكوس؟ ما هو هتيجي ازاي؟ هتيجي من غير ما تاخد حاجة؟ هتيجي من غير ما تاخد بطولة؟ هتيجي من غير ما تتحركوا؟ هتيجي من غير ما الناس تكسب حاجة؟ هتكسب ازاي؟ ما خد بطولة خد فلوس. فيجي يقول لك اديني نص الدولارات اللي عند الاهلي ديت وانت هتشوفني هبقى عامل ازاي؟ هنور ومش هسيب بطولة. طب هو الاهلي خد الدولارات دي منين؟ هو خدها بان هو كسب بطولة. طب ما تكسب بطولة وخدها. انت عايز تاخد يعني ملخص وثمرة النجاح ومش عايز تاخد ثمرة المجهود؟ مجهود تشجيعي ومجهود كمان في البطولات، يعني الجماهير عملت مجهود واللعيبه عملت مجهود، طب ما تعملوا المجهود ده وبعد كده خدوا فلوس. لا، من اين لك هذا يا اهلي؟ وازاي الاهلي بيجي له فلوس؟ شاهدين يا زملكاويه الفساد اللي احنا فيه، جات كل حزن، والله العظيم جات كل حزن. اهو دي الاجابه. اخر مبرر بتطلعوه وبتحشوه جوه المشجع الزملكاوي ان الاهلي كده فلوسه ديت فلوس مش تمام، وان هو ده السبب الاساسي والجوهري ان الزمالك في المكانه دي، ده اخر ما تواصلت ليه؟ يعني كان قبل كده شبرخيط واتنين مرضى من السودان، دلوقتي دولارات الاهلي هي اللي لعبه فرق؟ طب ما دولارات الاهلي جت منين؟ إيه؟ مش جت بالعرق؟ طب ما تعرقوا، طب ما تتعبوا. اكمل لك محصله بقيه الدولارات ولا نقف على كده؟ مشاركات الاهلي في كاس العالم للانديه، المركز الثالث بياخد 2.5 مليون دولار، هيجي له بعد يومين 2.5 مليون دولار قيمه مشاركته وحصوله على الميداليه البرونزيه اللي قعدوا يتريقوا عليها. شوف كم مره الاهلي مشارك في 4 نسخ، اضربهم بقى في 2.5 يعني كام؟ 10 مليون دولار. وهناك انا عملت لك ديسكاونت وقلت لك قول 12، يعني 22 مليون دولار كاس عالم للانديه ودوري ابطال افريقيا فقط لا غير. طب عايز كمان تاخد السوبر الافريقي تحسب معاه كمان السوبر الافريقي والوصفه بتاعته، تخش لك في حوالي كام؟ 30 مليون دولار. طب دي تضيف عليهم كمان 5 فروع، انا بقول لك كل حاجه تقولها تقول بسم الله ما شاء الله، تضيف 5 فروع، تضيف شركات رعايه، تضيف عضويات، ايه ده؟ النادي الاغنى، النادي الاغنى والاغنى بموارده باكتفاء ذاتي بعد ما كان بيعاني من ازمه ماديه في 2018 والزمالك كان متفوق عليه ماديا، وبدليل ان بعض اللعيبه اللي ما استحملتش ظروف الاهلي مشيت وجمهور الاهلي مش ناساها لهم لحد النهارده، انه عانى ماديا زيك، بس الفرق انه عمل خطه علشان ياخد خطوه لقدام. هو رمضان صبحي يا بني ادم سايب الاهلي ليه؟ مش عشان الطموح؟ هو مش رمضان ساب الاهلي عشان الطموح؟ قال طموحي ايه الطموح؟ ما كان بيعاني ماديا وقتها. هو عبد الله السعيد يا اذكى بني ادم في الكون ساب الاهلي ليه؟ مش عشان الفلوس؟ ما كان بيعاني وقتها. هو اللعيب زي كولوبالي اللي كان موجود دوت وقلب وكاتو وغيرهم من اللعيبه مشوا من النادي الاهلي لان النادي الاهلي كان عنده ازمه ماديه شديده جدا في اللعيبه، وكان عنده ازمه ماديه شديده جدا مش قادر حتى يجدد لبعض اللعيبه بالاحلام اللي هم بيحلموا بيها. هم اللي خانوا النادي وسابوه. يعني دول مشوا ليه؟ مش عشان الطموح؟ حسام عاشور الجمهور زعلان منه ليه؟ مش عشان الطموح وعلشان السيوله؟ احمد فتحي مشي ليه؟ وقال لك لو رجعت بيا الزمن كنا سامعينهم احمد حسن. عتاوله النادي الاهلي احمد فتحي وعبد الله السعيد ورمضان لما كان متالق، كل دول مشوا من النادي الاهلي في ظروف ماديه كانت صعبه، هو كان بيعاني زيك. ما كانش ساعتها بيجي يقول للزمالك بيجيب فلوسه منين، رغم ان كان معروف ان الزمالك اتساعد من تركي الشيخ بفلوس. زائد ان الراجل اللي هو رئيس النادي اللي فات كان عنده شويه محلات اما اجرهم وبقى عندنا شويه سيوله، وبعد كده ان الزمالك بقى عنده يعني غني شويه اغنى حتى من الاهلي. طب احنا تراجعنا ليه وهم زادوا ليه؟ روح بقى دور بقى وافتح الصحف وذاكر الكتب وشوف هم عملوا ايه، بدل ما انتوا طول الوقت عايشين في خيبه خيبه بس من السواد والغيره وتبرير الفشل وتبرير النجاح واحساس مظلوميه وان انا ما عنديش حلول. كل ما امتلك الاحقاد فقط لا غير، هتوصلنا فين؟ هو انا دلوقتي بتكلم بحكي حدوته ولا ده واقع؟ هل النادي الاهلي في حقبه ليست ببعيده في 2018
كان اغنى من نادي الزمالك؟ انا بسال سؤال وعايز اجابه لجاه النبي. مش كان الناس كلها بتتغنى بفلوس الزمالك وكان يجي يقول لك الزمالك يقدر ياخد لاعب الاهلي؟ وقد كان الزمالك من كتر الفلوس اللي عنده راح خد عبد الله السعيد من قلب الاهلي ب 40 مليون فلوس كاش على الترابيزه. كان الزمالك اغنى من الاهلي وقتها. ماذا حدث؟ ايه اللي اتحول؟ الصوره اتبدلت ليه؟ كان الزمالك اغنى. طب ما كان اغنى كان جمهور الاهلي كان بيجي يسال احنا بنجيب فلوسنا منين؟ ما كانش ليه دعوه. هم راحوا اشتغلوا على نفسهم، راحوا عملوا خطه، راحوا عملوا ايه يا ابو الحاج؟ خطه. قال لك احنا مالناش دعوه، الزمالك بقى غني، تركي الشيخ اداله، هم عندهم محلات باعوها، احنا عايزين نبقى زي الناس دي ونعديهم. الناس اشتغلت. وانت سيادتك محلاتك مش تقعد تاجر محلات للابد. انت عايز افكار جديده. المحلات بتاعتك كلها اتاجرت، فالسيوله عندك خلصت. ده انت كمان رحت اجرتها لحد 50 سنه قدام. 50 سنه من دلوقتي اجرتها. تيجي في الاخر تقول الموارد فين؟ طب ما انت موارد خلصتها. هل عملت فروع تانية لنادي الزمالك؟ راح قال لك اعمل فرع لاكتوبر. هل عملت الفرع بتاع اكتوبر خلص؟ مش ده كان الفرع التاني؟ مش لو الفرع التاني دوت كان خلص كان في عضويات تانية دخلت وكنت عملت فلوس زيادة؟ اه مظبوط، بس احنا رحنا حطينا فيه كراكة ورحنا حطينا فيه ما اعرفش ايه، قلنا احنا بنبدأ وما بدأناش. طب فين الفلوس؟ انت عايز فلوس تجيلك منين؟ هل بتاخد بطولات؟ ما باخدش حاجة. طب هل بتاخد افريقيا؟ بتروح كاس العالم للأندية؟ عندك رعايات؟ ما عنديش غير راعي واحد، وبنحاول دلوقتي ندخل راعي تاني، شركة النيل. الأهلي عنده كام رعاية؟ عنده 7 رعايات. الأهلي عنده 5 فروع. الأهلي ما بيسيبش بطولة أفريقيا. الأهلي آخر 5 سنين في كأس العالم على طول. ودايماً في النهائي بتاع أفريقيا. فأنت بتيجي في الآخر تسأله أسئلة تضحك. زي الأهلي بيجيب الدولارات منين؟ والله يا جماعة والله بحزن وأنا بسمع إن ناس مفروض كانوا مسؤولين على حاجة في نادي الزمالك ولا بيحشروا جماهير الزمالك بحاجات خايبه زي الحاجات دي. اه طبعا خايبه، لان انت من جواك عارف الاجابه. عايزين تطلعوا الفريق يفشل اكتر من كده ايه؟ النادي وجماهيره رايحين فين؟ ده انا صعبان عليا بعض مشجعين الزمالك مش لا يمتلكوا اي نجاح في اي حاجه خالص غير ان هم بس يتفرجوا على الاهلي بيتعادل ماتش، ده نجاحهم. غير ان هم يعني اه بقول يا عيني افكار خلاص، الطموحات راحت، الاهداف راحت، غير ان هم يتراشقوا يغلطوا او التريقوا على حد. يعني ده طموحات النادي، غير ان هم بس يقعدوا يشككوا في اي حاجه. وصلتوه لمرحله ان هم بلا اي دوافع راضين باي حاجه. وديتوا الزمالك فين؟ حرام. انا طالع بس اقول الكلمتين دول، مش عايز اقول اكتر من كده. وانا يا جماعه وليد بيقول الاهلي اشتغل على نفسه وبنى وكبر، في مثل بيقول الباني طالع والفاحت نازل. اتفق معاك، الكلمتين محترمين جدا، تسلم. أبشكركم يا جماعة، بشكر كل الناس اللي علقت، كانوا كلمتين في قلبي. رحموا الزمالك، والله العظيم ارحموه. بعد سنين، يمكن مش دلوقتي أو بعدين، يمكن بعض جماهير الزمالك تستوعب مين اللي بيهد في النادي واللي خلى صورته بالمنظر ده. من إعلاميين أو ناس عاملة نفسها لعيبة سابقة في نادي الزمالك يطلعوا يضحكوا الناس عليهم بتصريحات تضحك، ما بيقدموش حلول لناس تنزل تصريحات زي هو منين فلوس الأهلي؟ زي إن الأهلي عمل مؤامرة، زي عفاريت هي اللي بتكسب، هي اللي بتكسبنا، زي ان النادي ما اعرفش فيه 2 مرضى من السودان بيتحكموا فيه. كل الكلام الكوميدي دوت اللي خلى الناس كلها تضحك علينا، والزمالك تراجع وشعبيته بقت بتتراجع، وما خدوش حتى لاعب واحد من الزمالك في الاعلام بتاع المنتخب، هياخدوه بأمارة ايه؟ الناس عايزه تشوف اللعيبه المنوره اللي كانت موجوده في كاس العالم، اللي كانت موجوده في بطوله افريقيا، لكن هياخدوا دول يعملوا بيهم ايه؟ ارحموا الزمالك، والله العظيم الزمالك صعب على الاهلاويه قبل الزمالكاويه. دكتور كبير كمال درويش كان موجود في قناه الاهلي من كام يوم، الناس شالته على دماغها. فجماعه الدنيا مش كلها عباره عن تشكيك في الناجح، حاول تبقى زيه ولا شوفه نجح ازاي واعمل زيه. تحياتي واحترامي ليكم، بشكركم، اتمنى يا جماعه تعملوا اشتراك في القناه، واللي ما اشتركش فعل زر الجرس، واعملوا لايك على الفيديو ده عشان يوصل لكل الناس. تحياتي واحترامي ليكم جميعا، بشكركم على كل الحب والتقدير بتاعكم. السلام عليكم.